سلام. حلقة اليوم بخصص الحديث عن جماعات الضغط وعلاقتهم بالعمل في اللوبيينج وكيف يقومون بالتأثير على سياسات أمريكا وطريقة بناء السياسات في أمريكا لخدمة مصالح هذه الجماعات. جماعات الضغط أحد أهم أهدافهم هي أنهم يقومون ويعملون على إيصال صوت الجماعات اللي يدعمونها، زي مثلا إذا تكلمنا عن جماعات مناهضة الإجهاض، كيف يقومون بأنه يوصلون أهداف ورغبات الجماعات اللي واضعي السياسات في أمريكا على جميع المستويات التشريعية تحديدا وكذلك القضائية والتنفيذية. وبالوجه المقابل يقومون كذلك بإيصال وجهة نظر الحكومة والمؤسسات التشريعية الأخرى لأعضائهم ومحاولة يعني ربط العلاقة بين الطرفين. ومن ضمن الطرق اللي يقومون فيها لتحقيق هذا الهدف هو أنهم يصرفون الأموال من خلال جمع التبرعات وصرفها في أوجه الهدف منها هو تغيير وجهة نظر المجتمع والمشرع والسلطة التنفيذية للتأثير على تبني وجهات نظر هم يؤيدونها ويعملون على الضغط في الحكومة لتحقيقها. جماعات الضغط هي تمثل بعضها تمثل مصالح جهات معينة، إن كانت اقتصادية أو صناعية أو عسكرية أو فكرية وما إلى ذلك. وبحكم أن الحكومة عندها الميزانيات اللي تصرف في هذا المجال، فهي تقوم بتأسيس هذه جماعات الضغط بحيث أنها تحصل على أكبر قدر ممكن من الدعم الحكومي والدعم التشريعي اللي يخدم في النهاية أهدافهم والمصالح اللي هم يسعون لتحقيقها. جماعات الضغط عام 59 ميلادي 1959 كانت في حدود 6000 جماعة الضغط. في عام 2010 وما بعدها يعني وصلت عدد الجماعات هذه باختلاف توجهاتها ومصالحها إلى أكثر من 22000 جماعة ضغط في أمريكا. جماعات الضغط هي مختلفة وذات أهداف متعددة، نذكر منها جماعات الضغط على سبيل المثال التجارية، وهناك جماعات الضغط اللي تعمل في تأثير بالقضايا المرتبطة بالبيئة، وهناك الجماعات المصالح العمالية، وهناك جماعات مثلا المرتبطة بقضية معينة أو بهدف معين. حتوسع بشكل سريع في هذه الجماعات. جماعة الضغط التجارية أعضائها أو أحد المؤسسات الرئيسية من جماعة الضغط هذه فيها تقريبا أكثر من 12000 مصنع متوسط وصغير وكبير، يصرفون أكثر من 20 مليون دولار سنويا في موضوع اللوبينج في المؤسسات السلطات الحكومية والتشريعية والقضائية للتأثير في القرار. جماعات الضغط العمالية أعضائها اليوم يصل عددهم إلى أكثر من 16 مليون عضو. الجماعات المهنية مثل المحامين والأطباء والمدرسين، هذول يمثلون شريحة كبيرة من جماعات الضغط في أمريكا. فعلى سبيل المثال نتكلم عن المحامين، أعضائهم تقريبا 410 ألف عضو جماعة الضغط المرتبطة بخدمة أهداف المحامين. والمدرسين على سبيل المثال وهم المدرسين الحكوميين يصل عددهم إلى أكثر من 3 مليون عضو، هدفهم التأثير على سياسات الدولة المختلفة اللي عشان تخدم مصالحهم، إن كان على مستوى التقاعد أو مستوى المميزات وما إلى ذلك. هناك جماعات المرتبطة بالمصالح العامة زي مثلا حماية المستهلك، نتكلم عن حقوق النساء في التصويت وقضايا أخرى. مصالح المساواة هذول كذلك من المصالح أو من جماعات الضغط المهمة، لأنها تهدف إلى تحقيق أهداف في مصالح جماعات معينة زي الحقوق المدنية والملونين وما إلى ذلك. جماعات القضية الواحدة هذول كمان لهم تأثير كبير جدا في السياسة الأمريكية، ودائما ما يكون يعني محور كثير من الانتخابات حول قضاياهم، زي مثلا قضية الإجهاض، جماعات المناهضة أو الجماعات المؤيدة للإجهاض، هذول كذلك يؤثرون. وهناك مثلا على الطرف الآخر كذلك جماعات الحمل السلاح اللي هم داعمين للتعديل الثاني زي ما قلنا تكلمنا عنها في حلقة سابقة، والمعارضين واللي يطلبون الحد من يعني حرية الحركة والسماح للجميع باقتناء الأسلحة، ويطالبون بوضع ضوابط أقوى في هذا الموضوع. من أهدافهم هو الوصول لوضع السياسات، يعملون على أن يشوفوا منهم الأشخاص إن كان في الحكومة أو إن كان في السلطة التشريعية اللي عنده القدرة على التأثير في باقي المكونات العملية التشريعية، ويصلون ويعملون على محاولة
إيصال الرسالة وإقناعهم بالأهداف اللي هم يبغون يحققونها والتأثير عليهم. وكذلك من عمليات اللي يقومون فيها هو دعمهم بحيث أنه يكونوا يتبنون الأفكار ويشرعون ويدعمون تشريع أهدافهم. اللوبيست أو الأشخاص اللي يعملون لخدمة مصالح الجماعات الضغط، اليوم في أكثر من 30,000 لوبيست يعملون في واشنطن دي سي الحالها. يصرفون هذول اللوبيست أكثر من 2 مليار دولار سنويا للتأثير في العملية، عملية وضع السياسات بشكل عام في أمريكا. من ضمن الأعمال اللي يقومون فيها اللوبيست، بحكم أنهم متخصصين في مجالات معينة ويروجون لسياسات ولأهداف معينة، أنهم يدلون بشهاداتهم أحيانا لما يطلب منهم الكونغرس، خصوصا في اللجان. فلو مثلا شخص من اللوبيست في قطاع العمل العسكري أو التسليح للجنة الدفاع في الكونغرس أو في مجلس النواب، يطلبون شهاداتهم بحكم أنهم هم أشخاص متخصصين ويعرفون التفاصيل. فهذه من ضمن أعمال اللوبيست أو المشتغلين في عملية الضغط السياسي. أعضاء الكونغرس اللي يقدمون بعض التشريعات في مجالات معينة أحيانا يكونون مقتنعين بقضية معينة، ولكن ما يملكون المعلومات الكافية. يعني يقومون هذول الأعضاء من خلال علاقاتهم مع اللوبيست، مع جماعات الضغط، بطلب معلومات إضافية وإحصاءات دقيقة في تجهيز هذه المواضيع وصياغة أوراق يقومون فيها، يقومون من خلالها بتقديم حجتهم للكونغرس. كذلك من ضمن الأعمال اللي يقومون فيها بأنهم يجيبون شخصيات مهمة مرتبطة بالقضية اللي هم يدافعون عنها، زي على سبيل المثال موضوع الإجهاض، يجيبون مثلا أشخاص هم مؤيدين للإجهاض، يجيبون أشخاص معينين لهم قضية معينة في ولاية معينة والإعلام غطاها ويعني عمل الضجة معين، يجيبونهم لواشنطن دي سي عشان يجتمعون مع أعضاء من الكونغرس ويشرحون، يكون في بينهم سجال أو نقاش بحيث أنه عضو الكونغرس يشعر بأنه هو بدأ يكون أقرب لفهم هذا الموضوع. جماعات الضغط كذلك تتعامل مع السلطة التنفيذية، يعني يعني البيت الأبيض أو الرئيس، وهذه كذلك أحد الطرق اللي يقومون بمحاولة الضغط وإيصال رسالة الجماعات اللي يؤيدونهم للتأثير. بعض الرؤساء وضعوا مكاتب تنسيقية داخل البيت الأبيض، مهمتها الرئيسية هي التنسيق مع طلبات هذه اللوبيست. طبعا ترامب لما جاء كان واحدة من أهم القرارات اللي وضعها في البداية ولاقت يعني كثير من النقد من قبل جماعة الضغط، هو أنه قال أنه أنا جماعة الضغط هذه ما حيكون بيني وبينهم أي عمل. وبمعنى آخر كان هو تمرد على الطريقة اللي قام فيها كثير من الرؤساء السابقين بأنهم يعني يعملون هذه المكاتب، فهو قال أنا متحرر ولن أعمل مع اللوبيست. طبعا اتضح فيما بعد أنه هذا الكلام من الناحية التنفيذية ما كان صحيح، لأنه كثير من القضايا اللي تبناها ترامب في سياساته وفي مشاريع القوانين اللي وضعها كان واضح بأنها مدعومة من خلال جماعة الضغط في مجالات مختلفة. ربما أقل سلطة يتم التعامل بين اللوبيست أو الجماعات الضغط وهذه السلطة هي السلطة القضائية، لأن السلطة القضائية تحاول أنها تكون قاضي يعني أو محايد في إصدار القرارات والإحكام بناء على مواد الدستور والأنظمة الموجودة. ولكن رغم كذا في هناك علاقات تجمع بين اللوبيست والسلطة القضائية، ولكن يعني بحدود ضيقة جدا. فمثلا الاجتماعات غير الرسمية هذه تعتبر يعني زي ما يقولوا أنونو، يعني أنها تعتبر علامة استفهام على القاضي تشكك بمصداقيته. ولكن اللوبيست وجماعات الضغط يستعينون بالسلطة القضائية وبالقضاة الفيدراليين أحيانا لما مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصعب عليهم تمرير بعض القرارات اللي هم يبغونها أو بعض المشاريع السياسات اللي هم يبغونها، فيلجؤون للمحكمة المحكمة العليا أو المحاكم الفيدرالية لإصدار قوانين تؤيد يعني اتجاهاتهم. طبعا هم يقوموا بما يطلق عليه وثيقة أصدقاء المحكمة اللي هي زي فيها حجة مبنية على قوانين وعلى أنظمة وعلى استشهادات تاريخية تثبت بأنه هم لهم حق في هذه المطالبة. طبعا آخر شيء في هالجانب هذا أتكلم على أنه اللوبيست لهم تأثير كبير وملاحظ في اختيار القضاة، يعني يشتغلوا هم لوبينج على زي ما شفنا في كافانو المناهضي فكرة تحديد الإجهاض أو المؤيدين للإجهاض كانوا هم رأس حربة اللي حاولوا
شيطنة بين قوسين بريت كافانو اللي هو آخر قضاة المحكمة الدستورية، لأنه هو ضد قضية الإجهاض، بينما الطرف الآخر المناهض أو المؤيد المناهض للإجهاض عفوا كانوا يعملون على تثبيته. فالقاضي الفيدرالي أو القاضي المحكمة العليا اللوبيس كثير يعملون على التأثير في اختيار من هو القاضي القادم. جماعات الضغط يقومون بتأسيس شيء اسمه زي لجنة العمل السياسي. هذه اللجان هدفها بكل بساطة هو جمع المال للمرشحين وللقضية، ولكن لما يجمعون يعني يأسسون مثلا لجنة معينة في العمل السياسي في موضوع معين، لا يعني ما يقدرون يدعمون المرشح الواحد بأكثر من $5,000، ما يقدرون، هذا يعني ممنوع نظاما ممنوع. ولكن لنفرض جمعوا $1,000,000، هم بإمكانهم يعطون يدعمون الحملة الفلانية لهذا المرشح $5,000، وباقي المبلغ اللي هو 995,000 يدعمون المشاريع اللي يتبناها يعني مقدم نفسه على أنه هو من دعاة الحقوق المدنية. فهم يضعون $5,000 لدعم هذا المرشح باسمه في إعلانات معينة وعلاقات عامة وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت يدعمون بالباقي المبلغ قضية القضية اللي هو يتبناها من غير الإشارة له. فهذه من ضمن الأمور اللي تديرها جماعة الضغط بامتياز في العمل السياسي الأمريكي. حاليا هناك أكثر من 4600 لجنة عمل سياسي في أمريكا، أكثر من نصها يدعمها ويديرها إما جماعة الضغط رجال أعمال وما إلى ذلك القطاع التجاري، أو جماعات ضغط مرتبطة بأمور مرتبطة بحقوق مدنية وما إلى ذلك. أشكال تأثير اللوبينج أو جماعات الضغط في السياسة وفي رأي العام الأمريكي هي ثلاثة أشكال: أولا عن طريق العلاقات العامة، أو عن طريق الإعلام، أو عن طريق تنظيم التجمعات والمظاهرات. هذه هي الثلاثة وسائل طبعا المشروعة والمعمول فيها بشكل عام واللي يتم مراقبتها ومتابعتها. العوامل اللي تؤثر في نجاح أي جماعة الضغط في ثلاثة ركائز رئيسية: أولا حجم الجماعة نفسها يعني امتدادها وعدد أعضائها، ثاني شيء الدعم المالي اللي مرتبطة فيه، وكذلك قدرتها على التركيز في موضوع معين وما يكون متشتت. كل ما كان العمل اللي تقوم فيه عمل مركز في قضية معينة، كل ما كان عنده القدرة على التأثير أكثر. هذه أهم ملامح موضوع اللوبينج وجماعة الضغط في أمريكا، حبيت أقدمها بشكل سريع إن شاء الله تكون الصورة واضحة. إذا كان في أي إزعاج في الحوالين فلأني أسجل في مكان عام، ولا تنسوا كالعادة أنكم تعملوا شير ولايك، وإذا عندكم أي ملاحظات أو مقترحات في الكومنتس، ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. أعيدها ولا تسكرها؟